اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ما شاء الله يعني عندنا براعم من النادي الاهلي، بدايه من فريق 2008، فريق 2008 و2009 و2010 و2011، عندنا ما شاء الله مواهب، مواهب حقيقيه فعلا. يعني هنبتدي مع 2008، الفريق دوت ما شاء الله فيه عناصر مميزه جدا، وعندنا الكابتن او المدير الفني كابتن اسامه زكي ومعاه احمد رؤوف عاملين شغل هايل مع فريق 2008. في اول مباراه في دوري البراعم فازوا بنتيجه كبيره على فريق الاتصالات في ملاعب الناشئين في مدينه نصر بنتيجه سداسيه. احرز اهداف النادي الاهلي يوسف حلمي وسيف محمود وحمزه كريم ويوسف علاء هدفين وشلبي يوسف. نروح نشوف مع بعض اهداف لقاء الاهلي والاتصالات اللي انتهى فوز الاهلي بسداسيه.